اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم محمد ابو سريع. الفتره اللي فاتت جوجل ضافت ميزه مهمه ومفيده جدا لمتصفح الكروم. الميزه دي عباره عن تاب جديده اسمها CSS Overview. خلونا نبص عليها ونشوف ايه مميزاتها، وبعد كده نشوف ازاي نفعلها في المتصفح بتاعنا. زي ما باين من اسمها كده، هي بتديك نظره عامه عن CSS والستايل بتاع اي موقع، وبتعرفك معلومات مهمه ومفيده زي عدد الاليمنتس في الصفحه وعدد الكلاسز والIDs. كمان بتوريك كل الالوان المستخدمه في الموقع ده، وبتقسمهم على حسب الالوان دي مستخدمه فين بالظبط، سواء في الباك جراوند او مع التكست او حتى البوردرز. والجميل في الموضوع انك تقدر تدوس على اي كلر من دول وهيظهر لك كل الاماكن اللي هو مستخدم فيها. كمان بتوريك كل الخطوط المستخدمه في الموقع بالتفصيل زي السايزز والويتس واللاين هايتس المستخدم. كمان بتوريك السي اس اس كود اللي مش مستخدم في الصفحه اللي انت فاتحها، ودي معلومه مهمه جدا ممكن تستخدمها في تنظيف الكود بتاعك وتحسين البرفورمانس بتاع الموقع. وزي ما عملنا في الكلرز تقدر تدوس عليها وهيجيب لك كل الاماكن اللي فيه كود السي اس اس ده. واخر حاجه بيوريك كل الميديا كويريز المستخدمه في الموقع واحجام الشاشات اللي الموقع بيتارجتها. فنقدر نقول كده ان التاب الجديده دي بتديك الستايل جايد اللي ماشي عليه الموقع، ودي بتبقى مفيده جدا للناس اللي بيعجبها موقع معين وبتبقى عايزه تاخده كمثال وتمشي على نفس الخطه بتاعته، او لو عايز تعمل ريفاكتور او تظبط الكود بتاعك وتبتدي تشيل كود السي اس اس اللي مش مستخدم في الموقع وتشوف هل في ستايل جايد ماشي عليها الموقع، او لو في الوان مكرره او مليان كلرز كتير بدون داعي. طبعا الميزه دي لسه ميزه تجريبيه وجوجل لسه شغاله عليها وتحت التطوير، وعشان تفعل الميزه دي فانت محتاج تعمل الخطوات دي. اول حاجه افتح الديف تولز، بعد كده لو انت ويندوز دوس علامه استفهام او F1، ولو ماك دوس علامه استفهام او زرار الفانكشن مع F1. بعد كده اختار اكسبيرمنتس من القائمه اللي على الشمال، بعد كده دور على CSS Overview واعمل عليها صح. دلوقتي بمجرد ما تقفل الديف تولز وتفتحها تاني هتلاقي التاب الجديده ظهرت قدامك وتقدر تستخدمها مع اي موقع. وعلى فكره الميزه دي تقدر تلاقيها في متصفح مايكروسوفت ايدج برضه، لانه بقى كروميوم بيزد براوزر وبيستعمل نفس الانجن بتاع متصفح الكروم. وبكده يكون الفيديو ده خلص. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر من النوعيه دي يا ريت تعرفني في التعليقات، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبك. سلام.